أقول إن الاحتفال بمولد النبي ليس معروفا عن السلف الصالح، ما فعله الخلفاء الراشدون ولا فعله الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين من بعدهم. وهنا نسأل، هل نحن أشد تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ أجيبوا جماعة لا. هل نحن أشد حبا للرسول من هؤلاء؟ لا. إذا كان كذلك فإن الواجب علينا أن نحذو حذوهم وأن لا نقيم عيد المولد النبوي، لأنه بدعة